خلينا نروح معاكم لأول خبر لسبعيني يتسلق الجبال بدون معدات. طبعا أندريه ديدوخ البالغ من العمر 70 عاما من روسيا تسلق الجبال والمنحدرات من دون أي معدات خاصة، وحقق صعود وهبوط مثيران للإعجاب، وتمكن بالفعل من أن يصبح مشهورا في روسيا وخارجها، ويفاجئ الجميع ليس بمهاراته فقط ولكن أيضا بشكله البدني الممتاز. يعني صراحة أقول ما شاء الله عليه، كلنا يمكن نتمنى أن نوصل لهذا العمر وبهذه اللياقة البدنية الممتازة جدا ما شاء الله، اللي تخليه يتسلق جبال ومنحدرات وهو واثق من نفسه وبدون أي معدات، إذا الله أكيد كتب لنا عمر طويل. إلى خبر آخر، وعدم الالتزام بالمسارات يعرضك لغرامة مالية قدرها 500 ريال بدءا من اليوم الأربعاء. تبدأ إدارة المرور تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق في 3 مدن وهي الرياض والدمام وجدة، وتصل قيمة الغرامة ل 500 ريال. ووضحت إدارة المرور لقائدي المركبات ما يتوجب على قائد المركبة فعله قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر. ونحن من ساعة شباب اليوم أكيد حابين ننصح كل الشباب والبنات أنكم تلتزموا بمساراتكم، وأنا متأكد أن البنات ملتزمين، ولكن برضو عشان لأخذ الحيطة والحذر بنفس الوقت عشان الشباب ما يزعلوا مننا. نروح مع بعض لأجمل كهوف العالم في آخر أخبارنا، وفي هذا الخبر راح نعيش متعة بصرية جميلة جدا لمجموعة من أغرب الكهوف الجليدية حول العالم. بحسب طبعا صحيفة ميرور البريطانية والتي تشكلت خلال ملايين السنين وأصبحت بالنهاية زي ما شايفين في هذه الصور تحف فنية بكل المقاييس. طبعا الكهوف اللي بنشوفها الآن بعضها من ألاسكا وأيلاندا وأيسلندا والنمسا أتوقع إن ما خاب ظني وسويسرا، صراحة من أجمل الصور أجمل التحف الفنية اللي ممكن نشوفها وأجمل المناظر الطبيعية أيضا اللي ممكن نشوفها. نتمنى في يوم من الأيام زيارتها. وبكذا مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، وإن شاء الله ألقاكم غدا على خير. لا تنسوا تتواصلوا معنا على حسابنا في انستغرام ساعة شباب، منصتنا متاحة لجميع المبدعين والمبدعات. بسرعة سجلوا، هذا هو حسابنا في انستغرام، وأقول لكم بالنهاية فمان الله.